المناصب في قضايا القتل أو في غيرها من القضايا المهمة بين القبائل، إصلاح ذات البين شيء طيب يعني، ويصيبه الله ورسوله، تصيبه أو صوبه ولاة أمورنا، وجعله في كل أمارة هيئة أو لجنة، لجنة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين طيب ويوجر عليه، ولكن يحصل فيه أشياء في المحاضر سلبية، ويجب أن نتخذ فيها، يجب الناس أن يتخذون فيها يخففون. أولا المجني عليه اللي فاقد ابنه أو أخيه، أو عنده من الأشياء اللي ما نعرفها، يعني عنده أشياء ما نعرفها في القضية، مكظوم وجاي يتكلم ويعرض قضيته، نطله واحد منك خلص علينا، كأنك جاي عنده خراس، أو أنت يا أخي جاي أنت جاي تطلب وجهك، أنت جاي تنثر ما وجهك عند هذا الرجل أن يقبل. فإن قبل في المطلب مع القبائل الموجودة جزاه الله خير ورحم الله والديه، وإن أبى جزاه الله خير ورحم الله والديه، حق من حقوقه، لا تكظمه على شيء ما يبغاه. بعدين الكلام اللين اللطيف يقرب البعيد، بعض الناس كلامه جلف، كلامه كأنه يوصي، شوف على ترك حنجاي، طيب حد هو طلبك، هو كجي طلبك رجاجي الآخرين، لما يكون القضية بين قبيلتين من قبيلة واحدة وأنت جاي من قبيلة ثالثة، عليك اللطف، عليك لا تدخل فيما لا يعنيك. بين القبائل أمور سلفية، سلف وعرف ما يمكن ينطبق عندك، فلا تتدخل ولا تغديلهم اللسان، خلهم هم اللي يقدمون ما عندهم ويأخرون، أنت جاي تطلب وجهك، اطلب وجهك من جملة المسلمين، واختصر في الكلام ولطف الكلام، ترى بعض الكلمات تصدر من الإنسان لا هو داري إيش يعني طفر بها، قد تؤثر على الجميع وتأثر على صاحب القضية، تجعله إذا هو قريب يبعد، إذا هو قريب يبعد.